عالم ضخم في انتظارك مع هورايزون زيرو دون، عالم مليان ماشينز ومليان مناظر جميلة، صدقني مش هتشبع تأمل في المناظر دي. دايما ألعاب الخيال العلمي أو المستقبل بتقدم تطور كبير جدا، لكن في هورايزون زيرو دون المستقبل فيها هو عصر بدائي جدا، الرمح والقوس هو كل حاجة، لكن ده كان دايما بيحط تساؤلات. طالما أحداث اللعبة في عصر متقدم، ليه الأسلحة قديمة؟ وليه الأحداث اللعبة كأنها في فترة متأخرة جدا؟ مع العلم إنها لعبة خيال علمي أكتر من إنها لعبة بتركز على الحياة القديمة أو الماضي. وإزاي الماشينز دول تكونوا واللي أصلا هم على شكل حيوانات بالفعل؟ القصة في البداية هتكون مش مفهومة ومش مقنعة، لكن مع التقدم في الأحداث هتلاقي إنها مشوقة جدا. القصة رائعة جدا ومليانة ألغاز وتشويق، والحقيقة دايما هتبقى صعبة ومحتاجة تقدم في اللعب أكتر عشان تتفهم. فالقصة كانت بتقدم عالم حديث جوه ماضي، وهتقابل حضارة متطورة جدا جوه حضارة متخلفة جدا، بحيث الحضارة المتطورة ميتة كلها وكل الفاضل منها بقايا هياكل عظمية. اللعبة برضو بتركز على نهاية العالم، واللي برضو بيحطوا تساؤلات. نهاية العالم معناها انك هتقابل عالم مدمر، لكن مع هورايزون عالمها كان مليان مناظر طبيعية والوان خلابة. واللعبة برضو بتعرض الصراع بين البشر، الصراع على السلطة والسيطرة على العالم. الحكة عموما عظيمة جدا وغير متوقعة خالص. وبتلعب بشخصية إيلوي، شخصية المكروهة من الكل بسبب انها أوتكاست، واللي دايما هتتعاطف معها بسبب المعاناة دي. شخصية إيلوي بتحضر من تاريخ ولادتها لحد ما تكبر، واللي دايما هتبحث عن حقيقة العالم وعن حقيقة أهلها وعن حقيقة وجودها وهي مين. هورايزون بتقدم مغامرة مليانة تحدي وصعوبات في عالم مفتوح ضخم جدا مليان تفاصيل. عالم هورايزون عالم حيوي جدا مليان ماشينز، ودايما هتكتشف نوع جديد اقوى واضخم. في حوالي 25 آلة وكلهم مختلفين عن بعض، وكل آلة ليها طريقة معينة عشان تحاربها، وكمان ليها نقطة ضعف ونقطة قوة، مثلا النار والكهرباء وهكذا. نظام الفوكس في اللعبة كان شيء مفيد جدا، هي اشبه بالويتشر سينسز لكن على احدث شوية. اسلحتك في اللعبة هما الرمح والقوس، لكن اسلحة القوس كتيرة جدا. الكومبات في اللعبة رائع جدا وكان بيعتمد على السكيلز اكتر، بحيث لما تشتري سكيلز تقدر تستخدم كومبات بطريقة افضل. واثناء المعارك اللعبة بتعتمد اكتر على الرولينج. واللعبة كمان كانت منظمة ومفهومة جدا، مثلا الكرافتنج مش معقد، الموارد اللي بتلمها من بيئة اللعبة، الشراء من التاجر، والتعديل على القوس والاوتفيت، فكل ده كان سلس جدا. اللعبة كانت منوعة جدا، هتقابل مهمات كتيرة جدا، المهمات الأساسية رائعة جدا، لكن المهمات الجانبية للأسف كانت أسوأ شيء في اللعبة، بتعاني من تكرارية شديدة جدا ومملة جدا، زي مثلا تسيطر على الكامب فاير أو تمشي ورا الأثر وهكذا. وللأسف لما بتقبل أي مهمة جانبية المسافة بتبقى بعيدة جدا، وما تقدرش تعمل فاست ترافل إلا لو معاك الأداة الفاست ترافل، بيبقى لازم تكون حاجات معينة عشان تعمل أداة الفاست ترافل، وده شيء صراحة غريب جدا. لعبة ضخمة زي دي المفروض تديني حرية كاملة بإن أعمل فاست ترافل في أي وقت أنا عايزه، فالحل الوحيد إنك تركب على ماشينز السترايدر أو تعمل الأداة دي. اللعبة مليانة تحدي وصعبة، الماشينز أقوية جدا، وأعدائك في اللعبة مش الماشينز وبس، وكمان أعداء بشرية واللي برضو كانوا أقوياء جدا ومعهم أسلحة تقيلة. ولكن استوديو غوريلا جيمز بيديك اختيار إنك تلعب ستيلز أو أسولت، وده كمان مع الماشينز، لكن الماشينز الضعفاء فقط. الذكاء الاصطناعي ممتاز جدا، حقيقي من أقوى الذكاء اللي شفته، لكن الأعداء البشرية فكان عادي جدا. التسلق في اللعبة كان أمر سهل جدا، ما يليقش في لعبة مليانة تحدي زي دي، لان التسلق في اللعبة كل اللي عليك انك تحرك الزراير، مفيش اي نسبة من الخطأ او نسبة انك تقع. اللعبة برضو فيها عناصر RPG واختيارات، لكن الاختيارات مش هتأثر على القصة، وكانت بتتقسم لثلاث اختيارات: علامة القلب اللي هي الرحمة، علامة الدماغ اللي هي الرد بتكتيك، وعلامة القبضة اللي هي ترد بقوة. اي اختيار من دول في اي موقف مش هيأثر باي حاجة، لكن استوديو غوريلا كان عبقري في حكاية الاختيارات، لانها بتعبر عن شخصية اللاعب، عكس مثلا في لعبة ويتشر 3 اللي كنت بختار حاجات لانها بتعبر عن شخصية اللعبة نفسها. اللعبة كان فيها اخطاء تقنية، شخصية ممكن تتحبس في مكان اثناء الرولينج وما تقدرش تتحرك، وحاجات تانية زي مثلا اثناء المعارك ممكن لما تعمل رولينج تيجي على منطقة فيها حاجز صغير لكن ما تقدرش تعدى عليها او تنط فوقيها، او حتى مثلا تتكسر زي دارك سولز 3 اثناء الرولينج. كل الماشينز ليهم نقطة ضعف، لكنك تستغلها صح بالاسلحة المظبوطة. اي ماشينز له حوالي 4 مناطق في جسمه، كل واحدة ليها نقطة ضعف. صدق او لا تصدق، مفيش اعظم من صيد الماشينز وخصوصا ذا بيج وان. A new dawn trembles on the horizon.
طبعا شيء صعب ان استوديو خبرته في العاب العالم المفتوح محدوده انه يشتغل على مشروع بالحجم ده، لان العاب استوديو غوريلا كانت عباره عن بيئه خطيه، فلما يشتغل على بيئه عالم مفتوح ده بيبقى شيء صعب جدا. فعشان كده هم استعانوا بناس عندهم خبره في ده، واختاروا مصممين من لعبه ذا ويتشر 3 بانه يصمم البيئه، وبصراحه نجح في ده فعلا. بيئات اللعبه شيء رائع جدا، بيئات اللعبه منوعه جدا، والاهتمام بالتفاصيل يخليها واحده من اعظم العاب الجيل ده. رسومات اللعبه بشكل عام فهو شيء ملوش وصف. هورايزون بتستعرض كامل تقنيات جهاز بلاي ستيشن 4 ومحرك ديكيما قدر انه يقدم مؤثرات خلابه ويستفاد من كامل قوه الجهاز. اللعبة بتقدم ديناميكية الليل والنهار، ومفيش أجمل من إنك تشوف الشمس والإضاءة والألوان الخلابة والإنعكاسات الروعة. التغيرات الديناميكية اللي بتحصل في الطقس كان شيء ممتاز جدا، وضاف لمسة روعة في اللعبة مع البيئة المحطمة الناتجة من الماشينز. تصميم عالم اللعبة ممتاز جدا، وتصميم الماشينز كمان كان رائع، وتصميم الجبال الضخمة اللي بتخليك تشوف الخريطة كلها. العروض السينمائية والإخراج والتصوير شيء ملوش وصف، لكن حركة وشوش بعض الشخصيات أثناء الحوارات كانت سيئة جدا للأسف. بالنسبة للأصوات، للأسف استوديو غوريلا جيمز ما عرفش يستفاد من الموسيقى التصويرية اللي كانت بتشتغل قليل جدا، لكن الأداء الصوتي ممتاز. كل الشخصيات اللي عملوا أداء صوتي كان أدائهم ممتاز، لكن للأسف ساعات المؤثرات الصوتية بتغطي على صوت إيلوي وبيبقى صوتها مش مسموع كويس. هورايزون زيرو دون تعتبر واحدة من أفضل ألعاب الجيل ده، كان فيها سلبيات ما كانش ينفع إنها تبقى موجودة في لعبة ضخمة زي دي. هورايزون بتستعرض الجانب التقني أكتر من الجانب الإبداعي، واستوديو غوريلا جيمز فعلا نجح بإنه يهتم بكامل التقنيات، لكن كإبداع فهو ساب تفاصيل مهمة زي قلة أفكار للمهمات الجانبية والأخطاء التقنية. اللعبة كلها كوم، والمعركة الأخيرة كوم تاني. حقيقي تجربة روعة لا تنسى. شكرا على المشاهدة، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد السوري، see you next time.